وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد فضيلة الشيخ الدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة أن مملكة البحرين مشهود لها بالاعتناء بكتاب الله تعالى، وأن القرآن الكريم اليوم هو الطريق للوسطية. إن أي بلد تهتم بالقرآن الكريم لهي بلد ميمون مبارك محفوف بعناية الله سبحانه وتعالى. والحقيقة إن مملكة البحرين أسأل الله تعالى لها التوفيق والسداد والأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، بتهتم بالقرآن الكريم في أفرع المسابقة المختلفة، سواء كان في النشأ أو في أصحاب الأعذار أو الموجودين في السجن أو غيره. وكذلك مما لفت الأنظار ويدعو إلى الدهشة المحببة إلى القلب، إن فيها بيت القرآن يغرس في نفوس المسلمين قداسة القرآن الكريم، ويحبب إلى النشأ الاستمرار في حفظ القرآن الكريم ليكون حصنا لهذا النشأ من التطرف والغلو أو الإفراط والتفريط. فالبحرين باهتمامها بالقرآن تساوي شيئا عظيما، ونحن كعرب وكمسلمين بالقرآن نساوي كل شيء، ومن غير القرآن لا نساوي شيئا.